اليومين دول لازم يعني بقيت متفاعلة أكتر من الأول أكيد يعني. طب الناس كملي على الحب في حياتك، حبيتي قبل كده كم مرة؟ الشقاوة بتاع الأطفال، أكيد حد زميلك في الفصل أكيد فاهمة. الحاجة اللي بتبقى في الذاكرة بس. هو أنا هو أنا يعني ما هو فعلا حب طفولة يعني، يعني عادي كان بالنسبه لي مثلا اللي هو الولد اللي ممكن احبه في حياتي اللي بيطلع الاول في الفصل هو ده المفروض احبه، لو حبيت واحد مش بيطلع الاول على الفصل انا كده بعمل حاجه غلط جدا. طيب فتى احلامك بقى ولنا مواصفاتك. السؤال ده صعب قوي. بس في حاجات كده يعني، بص هي في ستاندردز، اهم حاجه ان هو يكون طويل. لو هنتكلم في الشكل لازم يكون طويل عشان انا طويله، ف لازم صراحه مش هقولك ان كده كده مفيش حد كامل، كلنا فينا عيوب، فبالنسبه لي اللي عيوبه هقدر انا كنريمان استحملها هيز بيرفكت فور مي. ابيض ولا اسمر؟ لا ابيض جميل. لا مش فارقه معايا، انا بيفرق معايا الكاركتر والبيرسوناليتي بتاعت الشخص. طيب لو فتح احلامك ده وانت خلاص بقى هو ده مفيش غيره، هي قالت لا انا مش حابب تواجدي، فرض عليكي رأي في بعض الامور اللي تخصك، هو I don't think ان انا هحب حد اصلا مش بيحترم الحاجات اللي انا بعملها دلوقتي، طالما وصلنا لمرحلة ان احنا بنحب بعض فاكيد هو متقبل اي حاجة انا بعملها دلوقتي and he's supportive يعني.